اول هدف ليا ان انا اعرف البريجنانسي، احدد البريجنانسي. يعني معروف من زمان الالترا ساوند لما حد بيكون يعني حامل او كده لازم بتروح تعمل الالترا ساوند عشان تشوف تتابع الجنين او الكلام ده. فالكلام ده بيزك جدا، ان انا اعمل بريجنانسي دايجنوز. تمام. تاني حاجه ان انا اعمل فيتال فايابيليتي تمام، ان انا اشوف الفيتس ده صاحي ولا ميت. تمام. طبعا بشوف الحركه الموفمنت بتاعته، وبشوف كمان اهم حاجه اللي هو الهارت ريت بتاعه، وده ليه انديكيشن لوحده هنتكلم عليه تحت في البريجنانسي. تمام. احنا هنتكلم عن حاجتين اصلا، هنتكلم عن البريجنانسي وهنتكلم عن المراحل بتاعت الاسترس سايكل، كل مرحله بيكون فيها الاوفري شكله عامل ازاي، وهنتكلم عن كمان اليوتراس فيها. تمام. بعد كده هنتكلم عن البريجنانسي، بعد كده هنتكلم عن الافكشن اللي ممكن يصيب اليوتراس. تمام. وبقى شكله عامل ازاي كمان. طيب اول حاجه احنا قلنا الفيتال، اتكلمنا عن البريجنانسي دايجنوزز، وبعد كده قلنا هشوف الفيتال فيابيليتي، بعد كده هشوف اليوتراين انفلوجنز اللي هو اي حاجه، اللي هو ازاي بقى انا هاجي ابص على الحيوان هلاقي بطنه لسه، يعني الحيوان المفروض ان هو عمل بارت يوريشن خلاص، القطه او الكلب مثلا ولد خلاص او ولدت خلاص، فالمفروض ان انا الاقي البطن خلاص يرجع لشكلها الطبيعي مره تانية. لا، فهي لو ما رجعتش انا لازم اعمل الترا ساوند جرافي عشان اشوف ايه اللي خلاها ما ترجعش. ممكن يبقى عندي فيتس جوه، ممكن يبقى عندي بلاسينتا، ممكن يبقى عندي كونتنت، ممكن يبقى عندي بص، ممكن يبقى عندي اي حاجه، فلازم اعمل الترا ساوند جرافي عشان اعرف ايه اللي خلى البطن ما ترجعش مره تانية. طيب رابع حاجه هشوفها اللي هي الانفيرتيلتي. مش احنا قلنا ان احنا هنشوف الاوفري بعرف منها ايه، بعرف الفيرتيلتي بتاعت الحيوان على حسب بقى هشوف كورباس ليوتيام، هشوف في سيست ولا لا، هشوف مثلا في اللي هو الاوفري الاوفا ولا لا، الكلام ده كله هيبان في الالترا ساوند. تمام. طيب طبعا هشوف الفاجينال ديستشارج، هقيس الفاجينال ديستشارج الحته اللي احنا قلنا عليها البايومتر اللي قلنا هنتكلم عليها ورا. تمام. طبعا ماشي بري فالفر اريتيشن هيماتوريا ماشي. لو في برضو عندي بلاد في اليورين لازم، او ممكن مش لازم، ممكن ان انا اعمل الترا ساوند عشان اشوف ايه الحوار في المنطقه دي. تمام. طبعا هشوف اعمل ايفالويشن لثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه هشوف لو في ماس موجوده، هعمل بالبيشن بايدي اشوف لو في ماس موجوده في الحته اللي هي الكودل ابدومينال بلفس دي. تاني حاجه هشوف لو في بلفس بين، لو انا يعني بعمل بالبيشن للحيوان الحيوان بيتالم معايا لازم اشوف ايه هو بيتالم ليه، انا مش عارف اشوف بايدي فهشوف بالسونار. تمام. تالت حاجه هعمل ايفالويشن لو في ابدومينال ديستنشن، يعني الحيوان من تحت بطنه منفوخه قوي. تمام. فلازم برضو اعرف الحوار. تمام. بالالترا ساوند. تمام. دي مقدمة بسيطة ملهاش أي 30 لازمة، فهنتكلم عن الحاجات المهمة دلوقتي. طيب أول حاجة في الإيميجنج تكنيك، أول حاجة مش أنا في كل سيستم بعرف أنا هنيم الحيوان إزاي عشان أعمل له دايجنوزس. تمام. مهم جدا الموضوع ده لأن بنتسأل فيه واتسألنا فيه في الميدترم اللي فات. طيب إيه أفضل وضعية بعمل فيها ألترا ساوند جرافي في إيميجنج سيستم؟ قال لك في الدورسال ريكومبنسي. طب إمتى بعملها في اللاترال؟ بعملها في اللاترال في حالة إن أنا عايز أقيس أو عايز أشوف الأوفري. تمام. وده طبيعي جدا، انا لو عايز اشوف الاوفري اول حاجه لو الحيوان واقف معايا بالمنظر ده. تمام. انا هرسم حيوان معوق كده شويه دي، مش عارف الحيوان المعوق ده بس يلا. تمام. لو انا عايز اشوف الاوفري اكيد هنيمه على جنبه عشان احط البروب في المكان ده واشوف الاوفري. تمام. انما لو الثانيه بقى بيقول لك ان هو دورسال ريكومبنسي، هعمل دورسال ريكومبنسي يعني الحيوان واقف مفروض. تمام. طيب امسح الرسمه العرضي عشان ايه. طيب اول حاجه قال لك الترانسديوسر اللي انا بستخدمه لازم يبقى ليه هرتز، احنا عارفين. تمام. الهرتز اللي انا هستخدمه هنا قال لك من 5، هبدا اشتغل من 5. تمام. طيب ده ممكن يبقى السفيشنت ان انا اشوف بعض الحاجات. تمام. انما لو انا ما شفتش يبقى هعلي الترانسديوسر بتاعي من 7.5، الهرتز بتاعتي من 7.5 ل يعني لغايه 7.5 او لغايه 10. تمام. يبقى انا ممكن استخدم الخمسه ده في حاله ان انا عندي حاجات واضحه. تمام. يعني حاجات واضحه شكل كبير واضح، مش محتاج ان انا ازود الفريكوانسي. انما هزود الفريكوانسي بقى في حاله ان انا عايز اشوف بيتر ديتيلز، عايز اشوف ديتيلز اكتر. فانا يعني لما اجي ابدا ما ابداش ب7.5، لا ابدا ب5، ما شفتش حاجه اروح معلي، انما ما ابداش ب7.5 و10. تمام. عايز ابدا براحتي بس هو الدكتور قال كده. طيب ماشي. قال لك ان انا عشان اعمل اكزامينيشن مهم التريكات دي، اكزامينيشن للمامري جلاند بستخدم هاي ريزوليوشن طبعا ترانسديوسر، وبستخدم 7.5 ميجا هرتز او اكتر كمان. تمام. يعني المامري جلاند ما ابداش ب5، لا انا هبدا ب 7.5 على طول. تمام. الموضوع ده أو يعني هو الافضل كاتب ريكومندد. تمام. مش عايزين نطول في الحته دي لان هي اصلا يعني مش صعبه.
اهم حاجه الهيرتز ده مهم جدا موضوع الهيرتز. طيب هي دي بقى الصوره المهمه في موضوع الاناتومي. انا بعرف الاورجن ازاي في الالترا ساوند اصلا بشكل عام، انا بعرفه من الادجسنت اورجن، يعني انا ما بحطش الحاجه كده على الحاجه على الاورجن يعني واعرف واقول ده مثلا كذا، لا انا بقعد احرك حواليه لغايه ما اشوف حاجات معينه تميز لي الحاجه دي. تمام. طيب انا بميز الاوفري ازاي؟ مين الاورجن المهم اللي جنبه اللي بيميزه لي؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الكدني. تمام. انا بحط البروب هنا بالمنظر ده كده، بشوف ايه؟ بشوف الحته من الكدني كده واشوف الاوفري. تمام. لكن لو حطيت على الاوفري بس انا غالبا مش هشوفها، لان في النورمال انا اصلا ما بشوفش اوفري. تمام. ما بتبقاش باينه يعني، بتبقى مندمجه مع الحت يعني اللون الايكوجينيسي بتاعتها بتبقى يعتبر ايزو ايكوجينيك مع الحاجه اللي حواليها. تمام. انما الليفت كدني هي اللي هتدلني ان الحته دي هي المفروض ان يبقى فيها الاوفري. تمام. بالمنظر ده. طيب تاني حاجه، انا دلوقتي قلنا بنقيس حاجتين، بنشوف الاوفري وبنشوف اليوترس. اليوترس انا هشوفه ايه الاورجان القريب منه؟ هشوف اليورينري بلادر. تمام. اليورينري بلادر بالمنظر ده، هشوف دوريه كبيره فاضيه ما فيهاش اي حاجه زي ما احنا خدناها في شابتر اليورينري، دوريه فاضيه كده بالمنظر ده ما فيهاش اي حاجه. تمام. المنظر اللي تحت ده ما فيهاش اي حاجه كده فاضيه. تمام. هاجي ابص جنبها او تحتها هلاقي اليوترس بقى بالمنظر ده. تمام. انا مش عارف انا مشاور عليه بالظبط ولا لا، بس هو بيكون في الحته دي. تمام. هو برده ما بيبانش قوي الا ما يكون في افكشن او في مشكله يعني. تمام. بس يعتبر هو ده المهم في الحته دي. قال لك طبعا ان انا بيبقى عندي فوق هنا في الحته دي كده الكولون، المفروض ان هو هنا، المفروض ان هو في الحته دي يعني الكولون. تمام. وهنا قلنا الكدني، مهم جدا موضوع الكدني ده. تمام. احنا يعني كل ده هنوضحه قوي على الصور تحت ان شاء الله يعني. طيب بالنسبه للاوفري، قال لك في النورمال الاوفري بتبقى من 1 الى 2 سنتيمتر في اللونج بتاع في الدج، واقل من 1 في الكات. يعني هما بيهتموا اكتر بالدج، يعني مش عارف انا مكنسل الكات ليه، هما بس هما بيهتموا اكتر بالدج. ما توقعش ان هو ممكن يسال مثلا في الحته دي ان هو مثلا يبدلهم لك، مش عارف صراحه، ولا ممكن يسال عادي مش ما علينا. طيب هو هنا بيقول الاوفري ايه؟ بيقول لك الاوفري ستراكشر موجود فين؟ بيوصف لك الاناتومي بتاعه. هو بيقول لك ان هو موجود كودال ولاترال للكودال بول بتاع الكدني، زي ما احنا قلنا فوق، زي ما احنا شرحنا. تمام. قلنا هعرف الاوفري ازاي اصلا؟ هعرفها من الكدني اللي حواليه. تمام. ماشي. هو قال لك هنا برضو اللي هي لاند ماركس فور ايدنتيفيكيشن، هو بيتكلم عن الكدني دلوقتي. طبعا انا قلت برضو انا بعرفها ازاي؟ بعرفها بالفيز بتاعت السايكل بتاعتها. تمام. يعني السايكل بتاع الحيوان ده في انهي بيريد بالظبط. تمام. هو ده اللي كل بيريد ليها شكل معين، وطبعا في افكشن شبيه بالبرد، وهنقول ايه الفرق ما بينهم وبين بعضه. تمام. هنتكلم تحت دلوقتي. طيب ماشي. هو بيقول لك ان بتختلف في خلال الاسترا سايكل، الاسترا سايكل اشكال او شكل الاوفري بيختلف. هنا بقى هيوصف لك شكل الاوفري الاختلافات اللي بتحصل. اول حاجه قال لك في الان استرس. تمام. الان استرس ايه اللي بيحصل؟ بشوف الاوفري ازاي؟ الاوفري بتبقى اوفويد. تمام. هو انا مش مهم بالنسبه لي، مش مهم بالنسبه لي قوي الوصف ده، على قد ما مهم بالنسبه لي الايكوجينيسيتي بتاعتها. هو بيقول لك ان طبعا هي سمول، مهم موضوع سمول ده وفايد. الايكوجينيسيتي بتاعتها بتبقى سيميلر تو ذا رينال كورتكس، عشان كده تحديدها بيبقى صعب قوي. تمام. هنشوف كل ده في الصور يعني، انا بس ده كلام نظري مهم جدا برضو. طيب ماشي. هو قال لك ان الان استرس والايرلي برو استرس بيبقى تقريبا الاثنين زي بعض. احنا خدنا في الاسترس سايكل الان استرس، وبعد كده البرو استرس، بعد كده الاسترس، بعد كده الداي استرس لو ما حصلش بريجننت. تمام. طيب فقلنا في البدايه خالص اكيد هيبقى سمول، والايكوجينيسي بتاعته قال لك ان هي قليله شبيهه بالرينال كورتكس. تمام. يعني هيبقى صعب ان انا اعمله ايدنتيفيكيشن قوي. طيب بالنسبه بقى للليت برو استرس، يعني المرحله المتاخره من البرو استرس قبل الاوفيوليشن او قبل الاسترس بشويه، لا هشوف فيه تغير طبعا، هشوف فيه انكريس في السايز، السايز هيبقى مختلف. تمام. الشيب بتاعها طبعا هيبدا ياخد الريجولار ان شيب. ليه بقى؟ عشان الفوليك اللي هتظهر يعني مش هتبقى مستويه، هتبقى بالمنظر ده كده، مش قوي كده بس هتبقى يعني الريجولار شويه الوول بتاعها كده. تمام. عشان الفوليكل اللي موجوده جواها. تمام. ماشي. قال لك ان هو ان انت ممكن ماشي هتشوف بعض السيست، هي مش سيست يعني بالاحرى، هي فوليكل هتبقى بيقول لك ان هي ميجر هايبر، ما علينا الكلام ده، انا هوريكم تحت الصور اوضح بكتير جدا من الكلام المكتوب ده. تمام. طيب الاوفيوليشن بقى، الاوفيوليشن بيقول لك ان في الاوفيوليشن هشوف ديكريز في النمبر بتاع الفيزابل او الفيزابل سيست دي اللي هي كانت موجوده فوق، اللي هي اللي سميناها فوليكل. تمام. دي هلاقيها صغرت، هتظهر عندي واحده بس كبيره. تمام.
انا الجدول ده مش عاجبني، مضايق مغيظني، تمام؟ لان تحت الصور اوضح والكلام تحت اوضح بكتير، بس يعني لا يعني خلينا نقوله الدكتور قاله. طيب الداي استرس قال لك ان انا هقيس فيه ايه؟ هقيس فيه، لا طبعا هيتكون فيه الكوربس ليوتيوم، تمام؟ الكوربس ليوتيوم ده لو انا عندي بريجننت هيكمل معايا، هيفضل كبير، انما لو انا ما عنديش بقى هيحصل له ريدمنتيشن بقى ويصغر وهيروح، تمام؟ طيب قال لك ماشي، هو بيقول لك ان انا هشوفه ازاي. ماشي، هايبو ايكويك، يعني ايكويك لهايبو ايكويك كوربس، الكوربس ليوتيوم بيبقى يعني عشان تقريبا بيبقى فيه فلويد على حاجه شبه كده، فيعني هيبان هايبو ايكويك يا هيبان اني ايكويك، اصلا مش هيبان، هيبان نقط سودا كده، تمام؟ طيب هنتكلم بصوره اوضح في الرسمات. طيب اول حاجه الانستروس، المرحله الاولانيه اللي احنا قلنا ان هو هيبقى فيها شبيه بالايه؟ بالرينال كورتكس، تمام؟ طيب دي قلنا ان السايز بتاعها هيبقى سمول اوفل. خليني امسح الرسمات دي ونرسمها مره تانيه مع بعض، تمام؟ اول حاجه قلنا ان هو بيبقى سمول، مكتوب تحت اهو سمول، وبيبقى اوفل، الكلام ده مكتوب في التيبل فوق، تمام؟ شوف صغيره اهي واوفل اهي، والايكوجينيسيس بتاعتها انا مش قادر افرق ما بينها وما بين الليفت كدني، دي الليفت كدني، تمام؟ اهي انا مش قادر افرق ما بينها وما بين الليفت كدني، نفس يعتبر نفس الايكوجينيسيس، تمام؟ طبعا بيقول لك ان هي اهو يونيفورم ايكوجينيسيتي بالرينال كورتكس، تمام؟ بيقول لك ان ممكن تبقى سلايك، ما علينا، المهم احفظ يونيفورم احسن، يعني يونيفورم ايكوجينيسيتي بالرينال كورتكس. في حاجه مهمه جدا بقى في المرحله دي، ان انا ما عنديش شايف وداوت دي، ما عنديش فوليكلز، تمام؟ ما عنديش حتت فاضيه، تمام؟ وطبعا مش عندي كوربورا ليوتيا، لان انا اصلا لسه في البدايه، لسه ما كونتش اصلا، ما عملتش اوفيوليشن، يعني لسه ما حصلش اوفيوليشن، فما تكونش عندي الكوربس ليوتيم اللي هو بيطلع، يعني بيتكون لما الاوفا تطلع من الفوليكل بتاعتها، فتقفل على بعضها فتعمل لي اللي هو الجسيم الاصفر ده تقريبا، اللي هو اسمه كوربس ليوتيم، تمام؟ يبقى اول واحده الان قلنا اهم حاجه فيها ايه؟ قلنا اهم حاجه فيها ان هي بتبقى سمول، الاوفري نفسها بتبقى سمول واوفل، الايكوجينيسي بتاعتها بتبقى يونيفورم مع الرينال كورتكس، تمام؟ طبعا اهم حاجه ما بيبقاش عندي فوليكل، ما بيبقاش عندي كوربس ليوتيم، لان انا في اول مرحله خالص، تمام؟ طيب بالنسبه للمرحله الثانيه بقى اللي هي البرو استرس، هشوف فيها ايه بقى؟ بس دي على فكره الليت، يعني دي الليت برو استرس، احنا قلنا ان احنا عندنا اللي هو البرو استرس البدائيه اللي هي في الاول خالص، بعد كده هيجي عندنا الليت برو استرس اللي هي قبل الاوفيوليشن بشويه، تمام؟ هنمسح برضو العك اللي فوق ده عشان نشوف الصوره اوضح، وبعد كده نرجع نرسمه مره ثانيه مع بعض. اول حاجه دي الليفت كدني، انا بصيت حطيت البروب بتاعي، شفت الليفت كدني بالمنظر ده، خلاص يبقى انا عارف ان المفروض الاوفري موجوده جنبها، تمام؟ هاجي ابص على الاوفري في المرحله دي هيبقى واضح لي شويه حاجات فاضيه كده بالمنظر ده، اما ان هي هايبو او ان، بس غالبا بتبقى هايبو في الايكوجينيسيس شويه. طب ايه ده؟ ايه الحوارات اللي ظهرت دي؟ الحوارات دي عباره عن فوليك، تمام؟ الحوارات دي عباره عن ايه؟ عباره عن فوليكل، لان المفروض ان هيحصل لي هيحصل في العمليه دي اوفيوليشن بعدها مباشره، فلازم يتكون عندي الفوليكل. طب الفوليكل دي بتبقى فيها ايه؟ دي بيبقى فيها فلويد. طب الفلويد بيظهر عندي ايه؟ بيظهر عندي هايبو ايكويك او ان ايكويك، تمام؟ بس هو هنا ان ايكويك باين تقريبا، ما علينا. طيب اهم حاجه في المرحله دي احفظ ايه؟ احفظ ان الاوفري هيبقى انلارجد، تمام؟ شكله مش هيبقى اوفويد زي هناك، لا هيبقى يعني تحس ان هو هنا، معلش بس انا الرسمه اللي رسمتها المره الاولانيه معوقه السنه، هو هتحس ان هو سفيريكال، بدا ياخد الشكل الكروي، تمام؟ انا هخليها سفيريكال عشان مكتوب سفيريكال، هتاخد الشكل الكروي، تمام؟ طيب ايه تاني؟ قال لك ان هي هتبقى الفوليكل هتبدا تظهر ايه؟ انيكويك، يعني هتبدا تظهر عندي دوريات فاضيه. ليه بقى؟ لان احنا قلنا من شويه ان بيبقى فيها فلويد، والفلويد بيظهر ازاي؟ يا اما هايبو يا اما ان، يعني هو ان الفلويد اصلا ان ايكويك، تمام؟ بس لو في قليل شويه ممكن يظهر معايا ان اللون مش تقيل قوي، مش دنس، خفيف قوي فباين، فاهم؟ انما يتحول لغامق قوي 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 لو في ميه بقى، ميه المكان متعبي بميه، تمام؟ فالمهم ان احنا قلنا هنا سيبك من كل العك ده كله، اعرف ان المنطقه الفوليكل دي بتبقى ان ايكويك، تمام؟ ماشي. انا عن نفسي بحفظ دايمتر، مش حاسس ان برضو حته 0 ل 10 دي مهمه قوي، لو انت حاسس ان هي مهمه ممكن تحفظها عادي. طيب اللي بعده الداي استرس، الداي استرس قال لك الداي استرس دي بقى المفروض ان هي المرحله اللي بعد الاوفيليشن، يعني المرحله اللي بعد الاسترس، تمام؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ كنا قلنا ان في المرحله دي هيتكون عندي الكوربورا ليوتيم او الكوربس ليوتيم، تمام؟
الكوربس ليوتيام ده قلنا ان هو لو انا عندي بريجننت، لو الفيميل دي حامل هيكمل معايا، طب لو مش حامل هيبدا بقى يحصل له ريدمنتيشن ويصغر ويختفي فمش هيبان عندي. طب ايه اللي هيحصل بقى في الاوفري في المرحله دي؟ الاوفري هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها قال لك اول حاجه ان السايز، اول حاجه الكونتور هيفضل زي ما هو بيقول لك، لكن السايز هيحصل له ريديوس، السايز بتاع الاوفري هيصغر شويه، تمام؟ لان في بقى حاجات بدات تتكسر وكده فالسايز هيصغر، تمام؟ طيب قال لك الكربوره اليوتيه بقى هتبقى موجوده عندي في حاله ان انا ان الحاله اللي قدامي يعني عندها هتكمل في الحمل. انما بقى لو مش هتكمل ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان الكربوره اليوتيه دي هيحصل لها جرادولي ديكريز ان سايز، بعد كده هيحصل لها ايه؟ انكريزنج في الايكوجينيستي، تمام؟ هيحصل لها انكريز في الايكوجينيستي لان خلاص بدات تروح، بدات تختفي، تمام؟ دي بقى واضحه جدا وشكلها لذيذ ومفيش اي حاجه باينه، بس ما علينا، هنمسح برضو كل الرسمه دي ونرجع مره تانية نرسمها. اول حاجه قال لك في النورمال اوفري ديورينج بريجنانسي، يعني انا اللي فوق دي الحيوان عندي مكمل ما كانش حامل، تمام؟ دي النورمال استرا سايكل وداوت بريجنانت، تمام؟ الحيوان مش حامل فكمل معايا، خلاص حصل ادمنتري للكوربس ليوتيم والدنيا رجعت بترجع للنورمال تاني، بدات ترجع للنورمال تاني، تمام؟ انما تحت هنا لا، انا الفيميل دي اللي عندي دي بقت بريجنانت، يعني حصل ايه؟ حصل بريجننت. لو حصل بريجننت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي ان الكوربس ليوتيام بقى هيكبر خلاص وهياخد وضعه بقى عشان ايه؟ يبدا يأدي الوظيفه بتاعته، تمام؟ الكلام ده فيسيولوجي. طيب المفروض ان دي الاوفري اهي بالمنظر ده، اوفري اهي، هتلاقي حته كده، هتلاقي حته بالمنظر ده هايبو ايكوجينيك. ليه بقى؟ او هايبو ايكويك ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان هي هتبقى فيها اي فوليكل او الحاجات دي فيها شويه فلويد، فبالتالي هلاقي ان الكوربس ليوتيم بالمنظر ده هلاقيه هايبو ايكويك. ده مهم جدا وده اللي بيميز لي اصلا البريجنانسي، اللي هو الحاله دي اللي عندي دي بريجنانسي. بس خد بالك الموضوع ده هيلخبطني مع افكشن هيصيب الاوفري اللي هو السيست. هنفرقه ازاي؟ هقول لك هنفرقه ازاي تحت. طيب قلنا اول حاجه مهم جدا تبقى عارف ان هي هايبوجينيك ولارج، تمام؟ لارج واحده كبيره. ليه بقى؟ لان لو هي كذا واحده صغيره هتبقى ايه؟ هتبقى مرحله البرو استرس او الليت برو استرس، تمام؟ انما واحده بس كبيره يبقى انا دلوقتي في مرحله اللي هو يعني بعد الاسترس وحصل بريجنانسي، تمام؟ تمام. طيب ماشي. هنا بقى الديس اوردر، هناك كل اللي فوق ده كان نورمال، كل اللي فوق ده كان نورمال، اللي تحت ده بقى هنبدا في الافكشنز، تمام؟ هنبدا في المشاكل. طيب اول حاجه قال لك الاوفيريان سيست هي اول مشكله عندي، هتظهر ازاي؟ هتظهر انيكو. ليه بقى؟ لان السيست زي ما احنا عارفين تبقى مليانه ميه، فبالتالي مش هت يعني هتعمل ابزوربشن، فهتعمل هتبقى تبان مظلمه. طيب احنا قلنا ان السيست كانت بتعمل لي ارتفاكت في البدايه، كان اسمه ايه؟ كان اسمه اكواستيك انهانسمنت، تمام؟ اكواستيك انهانسمنت، تمام؟ الحاجات الناشفه كانت بتعمل لي اللي هو الستون، الحاجات دي كانت بتعمل لي ايه؟ كانت بتعمل لي اكواستيك شادوينج. دي مراجعه بسيطه كده، تمام؟ انما الحاجات السائله اللي كان بيبقى فيها فلويد كانت بتديني اكواستيك انهانسمنت، تمام؟ فانا هاجي ابص هنا عادي خالص، احط البروب وابدا امشيه على الحيوان، هيظهر عندي رايت كدني بالمنظر ده، تمام؟ اللي انا حاطط عليها برده، خلينا نمسح ونعيد مره ثانيه، نرسم مره ثانيه، تمام؟ هيبان عندي بالمنظر ده كده الرايت كدني كده، تمام؟ هاجي ابص جنبها، المفروض ان انا الاقي جنبها ايه؟ الاقي الاوفري، تمام؟ هلاقي الاوفري هنا بالمنظر ده كده، ولكن هلاقي حته طالعه كبيره كده منها. خلاص انا عرفت ان ده ايه؟ تمام؟ عرفت ان ده سيست، في حاجه هنا مش طبيعيه، تمام؟ بس دي مش كوربس ليوتيم. ليه بقى؟ لان الكوربس ليوتيم قلنا ان هي هتبقى حته صغيره، هتبقى حته كبيره بس يعني ضمن اللومن بتاع الاوفري، تمام؟ ودي هبده من عندي، تمام؟ المفروض ان هي ما تبقاش طالعه بالمنظر ده، تمام؟ ده اولا. ثانيا الاكوستيك انهانسمنت مش هيبقى بالمنظر ده ابدا، يعني شوف الاكوستيك انهانسمنت عامل ازاي يعني منوره جدا، منوره جدا اهي، تمام؟ فبالتالي انا عارف ان في فلويد هنا، في حاجه فيها فلويد. ده اللي هميز بيه؟ لا مش ده بس اللي هميز بيه، انا بميز بكذا حاجه. احنا طبعا في لو الحيوان هيكمل في مرحله الاسترس والحيوان اخد وضع خلاص الكوربس ليوتيم بقى، يعني في كوربس ليوتيم، فخلاص انا عرفت ان الحيوان ده بريجننت، تمام؟ الحيوان ده لو بريجننت هيبقى في تغير في اليوترس ولا لا؟ اكيد طبعا هيبقى في تغير في اليوترس، تمام؟ خلاص اليوترس هيبدا ياخد وضعه بقى، يبدا بقى حصل له الثيكنينج بتاعه هيفضل زي ما هو عشان يحصل امبلانتيشن بقى اللي هو الزيجوت بقى والدنيا تكمل. ففي وصف معين انا لو جيت بصيت بالمنظر ده هروح اجري ابص على اليوترس على طول اشوف اليوترس ايه نظامه، تمام؟ بس واحنا هنتكلم على اليوترس تحت دلوقتي. طيب
ماشي. هو هنا بيقول لك وصف السيست، هنا بيقول لك ان هي ويل سيركمسكرايبد سن وول، تمام. وطبعا هتلاقي تحتها ايه لسه الانهانسمنت، نفس الكلام اللي احنا سالينه من شويه. ماشي. مهم جدا 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 ان انا اقدر اميز ما بين السيست وما بين اللي هو الاسترا سايكل، تمام. هنقول الكلام، هنوضحه تحت بصوره كويسه. طيب ماشي. هنا بيقول لك ان الاوفيريان سيست في الدوج بيقول لك ان هي بتبقى ايه دي، وبالظبط نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق، ان هو سيرفال سيفرال لارج ثين وول ان ايكويد. انا ببص في اي سيست دلوقتي في الطبيعه على فكره، هلاقي ايه؟ هلاقي ديستال انهانسمنت، تمام. بس ده مهم جدا. طيب ننزل لي اللي بعده اهي. بص دي الاوفيريان سيست. طيب طيب الفوليكل بقى، لو انا دلوقتي عندي فوليكل او كربورال يوتيا او اللي هو الكوربس يوتيام، يعني هميز ازاي ان دي سيست ولا كوربس يوتيام ولا الكلام ده ولا فوليكل، ولا هميزهم ازاي؟ اول حاجه قال لك انا دلوقتي جبت الفيميل، عملت عليها الالترا ساوند، اداني مثلا ان انا عندي الكور دي. طب انا دلوقتي محتار، ما مش عارف الدنيا، مش عارف اميز ده دي سيست ولا فوليكل ولا كوربس يوتيام ولا ايه الدنيا، تمام. قال لك الفوليكل مش هتكمل عندي بعد 30 يوم، فانا لو عملت الترا ساوند للفيميل دي وبعد 30 يوم، يعني بعد افتر 30 يوم جيت عملت الترا ساوند دي، يبقى خلاص انا هلغي فكره لقيت الفوليكل يعني، او لقيت الكور اللي هي الانيكويك دي، يبقى خلاص انا لغيت فكره ان دي فوليكل، دي خلاص ما عادش فوليكل. طب دي ممكن تبقى ايه تاني؟ ممكن تبقى كوربس يوتيام عادي لو الفيميل دي بريجنت، او ممكن تبقى سيست. طب اعرف ازاي ان دي كوربس يوتيام او سيست؟ هستنى 60 يوم، الكوربس يوتيام تقعد 60 يوم، تمام؟ هستنى 30 يوم كمان فوق فوق ال 30 يوم بتوع الفوليكل، فهتبقى 60 يوم، تمام؟ فلو 60 يوم، بعد 60 يوم لقيت ان برضه لسه موجوده، لا يبقى دي خلاص بقى دي بقت سيست، دي بقت ايه؟ بقت سيست، تمام؟ وطبعا مهم جدا عندي موضوع الاكوستيك انهانسمنت اللي بيبقى موجود تحت، تمام؟ مهم جدا. طيب ماشي. هو هنا بيقول لك ان السيستيك اوفري هي بص مالتيبل كذا واحده، تمام؟ نرسم الصوره، في عندك كذا واحده، تمام؟ هو كاتب لك ايه؟ كاتب لك الثين وول، طبعا دي حاجه معروفه جدا ثين وول، احنا قلنا في الدوج فوق ثين وول برضه ولا ماشي. طيب ثين وول اني كويت ستراكشر نورمال اوفاريوم بارينكايما كانوا ماشي. هو كده كده احنا قلنا البارينكايما بتاعت الاوفري اصلا ما بنعرفش نميزها، احنا بنميز بنميز المراحل بظهور حاجات فيها، اللي هي بقى ايه؟ عباره عن فليكل او عباره عن كوربس يوتيام او الكلام ده، تمام، او سيست بقى لو في عندي افكشن. مهم جدا موضوع ان انا اميز ما بين الفوليكل وما بين الكوربس يوتيم وما بين السيست، مهم، تمام. الفوليكل ما تقعدش اكتر من 30، الكوربس يوتيم ما يقعدش اكتر من 60، بعد ال 60 يبقى دي سيست عندي، تمام. برضه هلاقي الاكوستيك انهانسمنت هتميز لي، هتخليني اعرف ان ده ايه، ان ده سيست، تمام. طيب عندي حاجه اسمها اوفيريان يوبليشيا، تمام، اللي هو عندي اورام يعني، تمام، اللي هو التيومر يعني، تمام. كل الكلام اللي هنا ده يعني دكتور يعتبر مالوش الكلام ده يعني، الكلام ده فالاهم حاجه في السلايد ده ان انت تعرف ان انا بلاقي نوديول او ماس فاريبل ان سايز وفاريبل كمان في ايه، في الايكوجينيسي. ده وصف لاي تيومر نورمال خدناه في اي سيستم من السيستمات، ان انا هلاقي حاجه عباره عن عجينه، تمام، يعني انا عايز ارسمها دي، هلاقي عجينه بالمنظر ده كده وفيها ديفرنت ايكوجينيسي، تمام. خليني اجيب لون غامق شويه، خليني مثلا الاقي حاجات كده ليها الوان مختلفه، حته هنا وحته هنا وحته هنا، خلاص انا عرفت ان الكتله دي الماس دي نيوبليشيا، تمام. الكلام ده يعني بيزك جدا. طيب بس هو هنا يعني لو جينا نقرا الكلام بسرعه، هو بيقول لك الاوفيريان تيومر فالانتو ايه فور برود كاتيجوريز، ماشي ماشي. هو بيقول لك ان انت ممكن، يعني هو هنا بيقول لك ان انت ممكن تلاقي في كذا حاجه التيومر ده ظاهر في كذا حاجه، ممكن يبقى في ايه؟ قال لك في الابيثيريا سيل، اهو الابيثيريا سيل، في الجيرم سيل، في ايه تاني؟ في ال 6 كورد سترومال، مش عارف يعني 6 كورد صراحه، الجرانيولوزا ماشي. وطبعا في نوع تاني اللي هو الميتاستاتيك نيوبليشن، ما تطرقش ليها الدكتور خالص، ما اتكلمش عنها اصلا، تمام. طيب هنشوفه ازاي تحت الميكروسكوب ده، اسف، تحت الالترا ساوند في الشاشه بتاعتنا ازاي هنشوفه؟ خلينا نمسح برضو كل العك ده ونرجع مره تانيه نوصف على الصوره. اول حاجه اي نيوبليشيا احنا قلنا هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقيها لارج ماس كبيره، هنلاقي فيها حتت مش واضحه يعني، حتت قليله حتت عاليه، حتت اختلاف في الايكوجينيستي، مالتي ايكوجينيستي، تمام. هاجي ابص هنا
طبعا انا مش شايف اصلا حاجه، يعني الصوره دي لو جات لي كده لوحدها انا ما اقدرش اميز ايه هي، يعني لو ما قاليش اصلا ايه دي انا ما اعرفش اميز ايه هي طبعا. ليه بقى؟ لان ما فيش ليفت كدني، انا مش شايف اصلا كدني حوالي ليفت ولا رايت، يعني انا مش شايف كدني اصلا، فازاي هميزها؟ مش عارف. فهو الدكتور حطها كده، يعني هو قايل لك ان دي اوفري، خلاص انت عارف ان دي اوفري. ده منظر اوفري طبيعي؟ لا ده مش منظر اوفري طبيعي. ليه بقى؟ لان انا لو جيت ايه ده؟ لو جيت بصيت، بس عايز اغير الكالر شويه، لو جيت بصيت هلاقي الحجم بقى عملاق، الحجم بقى ايه؟ عملاق. في ايه تاني؟ في عندي حاجات فاضيه، حتت فاضيه، دوريات فاضيه، تمام؟ دوريات فاضيه بالمنظر ده. في ايه تاني؟ انا والله مش عارف دوريات فاضيه، ايوه تقريبا دوريات فاضيه دي برضو يعني مشكله بار سيست برضو، ما اعرفش بقى، ايوه سيست باين تقريبا سيست. طيب هلاقي هنا برضو انا يعني حاسس ان هي كلها عجينه كده ومش نفس اللون، يعني انا حاسس ان في حتت غامقه، حتت فاتحه، حتت كده. خلاص دي نيو بليشي، تكبر في الحجم، او على فكره ممكن تصغر في الحجم برضو، هو مش بارامتر ان هي تكبر في الحجم، يعني ممكن برضو يحصل لها ديجنريشن، تمام؟ فيعني المهم ان انت شايف حته ملعبكه ما انتش عارف توصفها، خلاص يبقى ده تيومر نيو بليشي، تمام؟ طيب تعال نقرا الوصف المكتوب تحت مع بعض. الوصف بيقول ايه؟ بيقول لارج ميكسد ايكويك ماس، ميكسد ايكويك يعني عندي حته كبيره كتله ماس اهو، زي ما احنا قلنا، زي ما احنا وصفنا على الصوره، مختلفه في الايكوجينيسي بتاعتها. طيب ايه تاني؟ قال لك ان انت في سيستك ريجون زي ما احنا شاورنا عليها فوق عند الكود الباين، الحتت دي اللي هي الدوريات دي، اللي هي الدوريات اللي فوق دي اللي احنا شاورنا عليها. وقال لك ايه تاني؟ قال لك ان انت موجوده فين؟ بيقول لك بودل تو ذا ليفت كيدني اند سيراوندنج كونسبيجينيك سيست. ماشي ماشي. هو هنا بيقول لك ان هو محاطه بايه؟ بيقول لك هو عايز يفهمك الحته دي عباره عن سيست، يعني فيها فلويد، فانا مش عارف هي فين الكيدني، انا مش شايف الكيدني اساسا. بس المهم زي ما انا قلت الحته دي اللي هي الاوفري كبيره في الحجم، ميكست في الايكوجينيس بتاعتها، وعندي سيست فيه، خلاص الموضوع ده واضح، تمام. طيب اليوترس بقى، احنا خلصنا دلوقتي الاوفري، هنتكلم عن اليوترس. طيب اليوترس انا بشوف فيه ايه؟ بشوف فيه حالتين، اما ان انا اشوف يوترس طبيعي نون بريجننت نون جرافيد يوترس، او ان انا اشوف بريجننت يوترس، تمام. النون نون بريجننت يوترس او النون جرافيد يوترس ده اصلا صعب ان انا اعمل له ايدنتيفيكيشن في الدوك، تمام. وبرده نفس الحوار في الكات، والكلام ده قلناه برده في الاوفري على فكره، الموضوع صعب يعني في النورمال ما بشوفش حاجه يعتبر، يعني والايكوجينيسيس بتاعت اصلا الاوفري كمان كان قلنا ان هي نيرلي ايكوال او نيرلي ايزو ايكوت ليه ايه؟ للرينال كورتكس، فالموضوع فعلا صعب. انما لو في افكشن او في استرا سايكل مختلفه، لا هنا بقى هبدا اشوف اقدر اميز بقى واشوف الحاجات. طيب مهم جدا تبقى عارف الكود اللي ايه والفنترال ايه والحوارات دي، لان اتسالنا فيها في الميد. فهو قال لك ان ايدنتيفيكيشن بيقول لك الكودال كود الابدومين، بيقول لك في الكود الابدومين هشوف ايه؟ قال لك هشوف تيوبلر ستراكشر، تيوبلر ستراكشر. فين بقى بيقع فين التيوبلر ستراكشر ده؟ لو جه سالك مثلا قال لك ذا كود الابدومين مثلا ذا يوترس اوف ان ذا كود الابدومين ابير از، وراح قايل لك مثلا راوندد ستراكشر بتوين ايه؟ قال لك فنترال، راح حاطط لك مثلا الديسيندنج كولوم، ودورسال قال لك يورناري برادر. لا غلط، تعك، تمام؟ تحط مايله غلط وحط الصح. هنبقى عارفين ان هو كودال ابدومين بيظهر ازاي لما اعمل له في الكود اللي يظهر تيوبولار ستراكشر بتوين ايه؟ بتوين اليورينري بلادر از ا فنترال و ديسيندنج كولون از ا دورس، تمام؟ طيب موضوع ظريف. هنا حته بس يعني انا حاسس ان هي فيسيولوجي اكتر، بس خلينا نقولها لان الدكتور قالها، تمام؟ هو قال هنا حاجتين، قال اول حاجه ان انا عندي في اللي داي استروس اللي هي خلاص المرحله الاخيره مش بريجننت عندي، خلاص انتهت، وبدايه الان استروس اللي هو برده المرحله النورمال خالص ما فيهاش اي تغيرات. هشوف ايه في الدايمتر؟ الدايمتر بتاع اليوترس هيبقى اوسع، تمام؟ هيبقى اوسع. ليه بقى؟ لان الول هيبقى سن، الول هيبقى سن، فبالتالي يعني انا عايز افهمك الفكره فين. خلينا ندخل الخط شويه. ده يوترس، تمام؟ خلينا نقول ان ده يوترس في مرحله الداي والان استروس الليت داي، خد بالك الليت داي والان استروس، هلاقي دي قال لك ان هي تبقى واسعه. ليه بقى؟ لان انا عندي الحته دي بقت ثن، هي ثن اصلا الحته دي زي ما انت شايف كده ثن، فالحته دي قال لك هتبقى من 3 ل 8، تمام؟ انا ما بعتمدش ارقام قوي صراحه، بس انا بعتمد يعني اللي هو اتخن او اضيق او الحوارات دي، انما ارقام صراحه ما بعتمدش، لانها بتختلف اصلا من سبيشيز سبيشيز، من حيوان لحيوان، من ايا يكن بقى، تمام؟ طيب المهم قلت دي هنا هتبقى ثن، فبالتالي الدايمتر اوسع. طيب لو انا في حاله بقى برو استرس او ليت برو استرس واسترس وميت استرس بقى وايرلي داي استرس، بدايه الداي استرس، خد بالك من حوار الداي والايرلي دي، تمام؟ لان ممكن يلخبطك فيها، يسالك فيها يلخبطك فيها. طيب قال لك لا انا هيبقى عندي دي ثيكر مور ثيكر، دي هتتخن بقى عشان تجهز للحمل،
فبالتالي ايه اللي هيحصل للديامتر؟ هيضيق، تمام؟ الديامتر هيضيق، فهيظهر عندي بالمنظر ده اللي هو من 1 ل 3 ملم، تمام؟ ثينر يعني، الديامتر اصغر، او مش ثينر يعني، احنا ممكن نستخدم لفظ اللي هو سمولر ولارجر، لان احنا دلوقتي بنتكلم في ديامتر مش بنتكلم في ثيكنس. كده ماشي. هو هنا الكلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك السايز ابير ديبند اون ايه؟ سايز اوف انيمال، عشان كده قلت لك بتختلف. بريفيس بريجنانسي، اختلاف مراحل الحمله، اختلاف الاسترس سايكل، يعني ما بعتمدش ارقام صراحه في الحوار ده، بس بعتمد مبدا كونسبت، تمام؟ طيب قال لك ان انا في حاله الساجيتال، الساجيتال ايميج، يعني انا هشوف ساجيتال ايميج، تمام؟ عرضي مقطع، لا مش عرضي، اسف، قولي، يبقى ايه اللي هشوفه؟ هشوف تيوب، يعني دي حاجه طبيعيه جدا. لو انا عندي انبوبه، تمام؟ لو انا عندي انبوبه كده، انبوبه بالمنظر ده في الجسم، وجيت بصيت لها بالمنظر ده، تمام؟ كده ده الفيو بتاعي. يبقى هقسمها هتظهر لي ازاي؟ تيوبيلر، تيوبيلر هوموجينس ستراكشر، تمام؟ انما بقى انا لو جيت بصيت لها من فوق، يعني جيت قمت جاي منزل عليها النظر بالمنظر ده من فوق، تمام؟ كده انا من فوق اهو وعملت كده، هيبقى انا عندي دوريه، يعني حاجه في قمه البدهيه، تمام؟ يا رب بس نفكر في الامتحان. طيب طيب هو هنا قال لك ايه؟ الساجيتال هيبان، الساجيتال ايميج تيوبيلر، مهم جدا الحوار على فكره، الساجيتال لان هو هيلخبطك فيهم الصح والغلط غالبا، تمام؟ ماشي. قال لك المكان طبعا دورسال لمين؟ دورسال لي الكولون، تمام؟ يعني انا هشوف الكولون، هتشوف الكولون. طيب نيجي نبص للترانسفيرس ايميج او ايميج، انا اصلا يعني مش عارف ليه ما حددتهاش، مهم جدا اصلا حوار ترانسفيرس. ماشي. هتبان ازاي؟ هتبان راوند هوموجينس ستراكشر. تعال نبص على الصوره بقى، يعني خليني امسح الكلام العك اللي انا عامله ده على الصوره، وايه ونتكلم على الصوره. بص معايا هنا، بص شايف اليوترس؟ هو طبعا كله مش باين، تمام؟ هو كله مش باين. بص اليوترس عامل ازاي هنا، تيوبولار ستراكشر، هوموجينس من جوه، وهو طبعا ممكن يكون فيه فلويد او حاجه، فبالتالي بيبان من جوه هايبو ايكويك شويه، لكن الول بتاعه بيبقى بالمنظر ده، بيبان هايبر ايكويك شويه، فانت عارف ان ده خلاص تيوب وجواها كونتنت، تمام؟ طبعا يعني الصوره دي من غير ما حد يقول لك هي، مستحيل تقريبا انت تعمل لها ايدنتيفيكيشن اصلا، يعني مش واضحه، تمام؟ طيب الترانسفيرس ايميج بقى، انا قطعت الحاجه، قطعت التيوب من فوق، تمام؟ هيظهر عندي دوريه، هيظهر عندي دوريه عادي خالص، تمام؟ تعال نبص، بص الدوريه، شايف الدوريه مدوره، يعني دوريه مدوره. طيب الكولون جنبها شايف برضه مدور، لان هو المفروض ان انا قطعت فيه، اخدت فيه كروس سيكشن، تمام؟ قلنا اليوترس انا بميزه بايه اصلا؟ بميزه باليورناري برادر، حته فاضيه سودة، حته سودة، خلاص اليورناري برادر، تمام؟ خد بالك ان الحته السوداء دي مستحيل تبقى الاستومك، تمام؟ لان الاستومك فيها الريجول فولد، اللي هي الحاجه اللي عامله زي الورده دي، فيعني دماغك ما تسوحكش، تمام؟ طيب مهم جدا قال ان انا اعرف، الدكتور ان انا اعرف اميز بين البريجننت يوترس والنون بريجننت يوترس، ده اهم حاجه في حته اليوترس اصلا، تمام؟ طيب ده نورمال، ده نورمال ليت برو استرس وايرلي استرس، تمام؟ هما الاثنين بيبقوا شبه بعض، خد بالك الليت برو استرس والايرلي استرس. طيب قال لك الاقي ايه؟ مش احنا قلنا ان انا جيت ميزت دلوقتي، انا مش عارف اميز في مش عارف اميز الكوربس يوتيم، انا جيت بصيت على الاوفري دلوقتي، انا خلاص جيت بصيت على الاوفري بالمنظر ده كده، لقيت فيها حوار كده كبير. طب انا مش عارف اميز ده سيست ولا كوربس يوتيم ولا ايه الدنيا، هاجي على اليوتر، انزل ابص على ايه؟ على اليوترس. لقيت اليوترس الوول بتاعه ثيك، يبقى انا دلوقتي في مرحله الاسترس، يبقى انا في مرحله يبقى انا في مرحله، يبقى انا دلوقتي لا انا في ممكن يبقى في حمل، لا يبقى ممكن يبقى في حمل دلوقتي، مش عندي مش سيست، يبقى لا يعني اقول اكتر ان ده ممكن يكون حمل، واقول مثلا للحيوان او الاونر ان مثلا عايز متابعه مثلا بعد 30 يوم تيجي لي، تمام؟ جالي بعد 30 يوم لقيتها برضو، يبقى دي ممكن تبقى ايه؟ كوربس ليوتيم. طب بعد 60 يوم ما اختفتش برضو، يبقى دي ايه؟ سيست، تمام؟ بس هي دي الفكره زي ما احنا قلناها فوق بالظبط، فانا بميز بكذا مكان، يعني بقيس بكذا حاجه. طيب هنقرا الكلام الموجود هنا، اوكي اصلا. طيب النورمال ليت برو اسر، ماشي، قلنا ان هو هتبقى ثيكر، مهم جدا الوصف ده، ثيكر ديورنج الان، ثيكر زان، تمام؟ هتبقى اتخن في مرحله ال ممكن يعكسها لك على فكره، يقول لك ثينر في الصح والغلط، فلازم تقول له. قال لك ان في الليت برو استرس والنورمال استرس هتبقى ايه؟ ثيكر ذان ديورنج ان استرس، تمام؟ طبعا ايه؟ هتبقى هايبر ايكويك لومين، لومينال ايكو اند سمول انتر. هو مش هو بيقول هنا ان اللومين هيبقى هايبر ايكويك شويه، او
مش انا مش عارف صراحه هو ليه هيبقى هايبر ودوت. المهم ان انت تبقى عارف بس الوصفين دول، مهم جدا ان انت تبقى عارف النورمال ليت برو استرس والايرلي استرس يوترس. هبص الاقي هلاقي ثيكر في الوول بتاع اليوترس، وهلاقي المفروض مكتوب هنا ان انا هلاقي هايبر ايكويك لومينال ايكو وسمول فوليوم من الانتر لومينال فلويد، هلاقي انتر لومينال فلويد. تمام، وطبعا الفلويد دي قلنا هتعمل لي ارتفاكت اللي هو الارو هيد. تمام، واحد من الارتفاكت. طيب ايه البريجنانس؟ بريجنانسي قلنا ان انا في البريجنانسي هعمل حاجتين، اما ان انا اعمل راديو راديوجرافي او ان انا اعمل الترا ساوند جرافي. تمام، راديوجرافي ده ما اقدرش اعمله قبل 28 يوم او من 28 يوم. تمام، قبل 42 يوم ما بيبقاش كويس. طب قبل 42 يوم دي ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم الالترا ساوند حبيبنا اللي احنا بنتعلمه. تمام، انما الراديوجرافي ده قالك ان هو ما بيبقاش كافي ان هو باين لي اي حاجه اي ديتيلز يعني عند 28 يوم وكده وانت طالع لغايه 42 يوم، انما بعد بقى 42 يوم لغايه 47 يوم فهو بيبقى حلو جدا، بيبقى واضح من بين كل حاجه. طيب الالترا ساوند قلنا اكزاميشن اعمل حاجه من 7. طب انا بتكلم على بريجننس دلوقتي، بتكلم على الحمل دلوقتي. تمام، ركز معايا، انا بتكلم على الحمل. طيب ماشي، قلنا ان هو من 17 ل 20 داي افتر اوفيليشن هقدر اشتغل بحوار الالترا ساوند ده. تمام ماشي، هشوف ايه؟ هشوف الامبريونيك فيزلز. تمام، الامبريونيك فيزلز هبدا اشوفها. تمام، تقريبا اللي هي الحاجات اللي بتوصل اللي هو اللي بتوصل الجنين بالام ومش عارف اللي هو الامبليكال الكورد تقريبا قصده على حاجه شبه كده. وهشوف ايه تاني؟ هتبان ازاي الحوارات دي؟ هتبان از بلاك سيركل، هتبان از بلاك سيركل. طيب ايه تاني ممكن اشوفه؟ قال لك ان انا ممكن اشوف جراي وول لليوترس، الوترس اليوترس نفسه هيبقى الوول بتاعه جراي، جراي في الكالر. تمام، والدايمتر بتاعه بيقول لك ان هو هيبقى 1 مللي ان دايمتر. ماشي، قال لك من 20 ل 24 افتر اوفيوليشن، احنا كنا بنتكلم هنا من 17 لكام؟ من 17 ل 20. طب من 20 ل 24 هو الدكتور ما ركزش على فكره على البيريدز دي خالص، يعني هو كان بيتكلم بس هو اتكلم اهم حاجه على الاثنين دول، ان انا امتى ببدا وده وامتى ببدا ده. احنا برضو خلينا نقرا قراءه سريعه عشان لو جت. قال لك ان الفيزيكال هنا هتظهر حوالي 3 مللي دايمتر. ماشي، المفروض دي اللي فيها الجنين، باين الفيزيكال اللي فيها الجنين، هي دي الفيزيكال اللي بيكون فيها الجنين اصلا. قال لك ان هي هنا هتبقى 3 دايمتر، انما فوق هتبقى كام؟ هتبقى 1 مللي. تمام، طيب ماشي، بيقول لك ان هو مش اكيوريت قوي ان انا اشوفه، نوت اولويز فيزيبل بيكوز سم فيزيكال ماشي. هو هنا بيتكلم في حاجه في حوار عبيط جدا اللي هو ان انت الموضوع ان انت مش هتعرف تعمل تعد الفيزيكلز اللي موجوده تقريبا، اللي هو تحدد كم الحمل كم حيوان او كم كائن جوه اليوترس، مش هتعرف. لان هو بيقول لك ان انت ليه بقى مش هتعرف؟ قال لك ان انت ممكن تشوف واحد اكتر من مره، ممكن ما تشوفش ديتيلز بتاع واحد في المرحله اللي هي من 20 ل 24 دي، فمش هتعرف تحدد فيها عدد الفيزيكال الموجودين. طيب هنا بقى من 20 من 24 ل 30 مهم جدا بقى موضوع ايه؟ موضوع الهارت بيت او الهارت ريت. تمام، الهارت بيت النورمال في الوقت ده بتبقى من 20 120 ل 150. طب لو قلت انديكيشن لحاجتين، الحاجه الاولانيه ان انا يبقى عندي الفيتس ده بيموت، يعني هو خلاص بيموت، يا اما ان انا يبقى عندي هيحصل بقى الـ 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 الولاده بقى. تمام، عندي يوم 60، عندي يوم 60 ده موضوع الولاده، عندي 60 لو لقيته قل يبقى يحصل بارتي يوريشن، يحصل ابورشن. تمام، يعني خلاص هينزل الجنين، هينزل يبدا بقى يسستم نفسه ان هو يقلل الهارت ريت بتاعه، لان طول ما هو جوه الهارت ريت بتاعه بيبقى عالي. تمام ماشي، هنا بيقول لك ايه بقى؟ هنا بيقول لك وانا بيتكلم عن الهارت بيتس بالتحديد اللي هي ضربات القلب، بيقول لك ان هو انا ابدا احددها من يوم ايه؟ غالبا بتبدا من 22 يوم. تمام، ان انا اعرفها يعني من البريجنانسي. تمام، في حاجه كمان بيقول لك ان انا بقى بميز بيها ايه؟ بميز بيها بحد يعني بتابع بيها حاله الجنين الفيتال لايف والكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل له، كل ده بيبقى وطبعا اثناء الولاده مهم جدا، هم بيبقوا تقريبا اصلا اثناء الولاده بيبقوا متابعين ضربات قلب الجنين بس، بحيث ان هي لو قلت قوي اللي هو الحق بسرعه بيموت فبسرعه طلعوه كده، هي دي الفكره. ف يعني مهم جدا الموضوع ده، مهم جدا. اخر حاجه او الحاجه اللي قبل الاخيره اللي هو مراحل الحمل. قال لك عند 24 دي انا بشوف ايه؟ قال لك بشوف كبسول، بشوف اول حاجه فيزيكل، يعني فيزيكل فيها ايه؟ فيها او تشامبر فيها كوبيوس فلويد، مش عارف يعني كوبيوس فلويد اللي هو تقريبا فلويد، يعني فلويد سايل مزفلط كده حاجه شبه كده مش عارف صراحه. طبعا هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها الامبريو. تمام، يعني امبريو جوه تشامبر وحواليه فلويد، الكلام ده هنشوفه على الصور تحت، يعني سيبك من النظري ده، احنا بنحفظ النظري هنا عشان ايه؟ نشوف مع بعض في الصور تحت. عند 39 يوم
قال لك في السيجيتال ايمج اللي هو في الصوره اللي هي المقطع الطولي، هشوف ايه؟ هشوف الفيتوس، هشوف راس الفيتوس. الكلام ده هنشوفه تحت، تمام؟ ناحيه الليفت هو بيوصف لك بس الصوره اللي تحت. وهنشوف الليفر برينكايما بتاعته، وهنشوف كمان البلاسينتا والنير فلويدز اللي هو الميه اللي حوالين الانيمال او الكائن الحي، تمام؟ طبعا هشوف الليفر وهشوف الهيد بتاعته. طيب عندي 60 يوم، في حاله ان انا خدت ساجيتال ايمج يعني مقطع طولي، هشوف ايه؟ هشوف الهارت، هشوف القلب، هشوف ايه تاني؟ هشوف الاستومك مليانه في، المفروض ان هي مليانه فلويد، هشوف الليفر، تمام؟ هشوف ايه تاني؟ هشوف اللنج، وهشوف كمان ال اه ايه هشوف اللنج، بس هشوف اللنج ايه؟ هايبر ايكويك، يعني منوره كده شويه. طيب عندي 60 يوم بقى في الدورسال فيو، يعني انا ببص من فوق راس الكائن الحي اللي موجود جوه ده، هشوف ايه؟ هشوف السكال. ببص على راسه اشوف السكال، اشوف فيها ايه؟ اشوف فيها البريد. طب هشوف ايه تاني؟ هشوف العيون، تمام؟ في الصوره اللي موجوده تحت. انا دلوقتي بص الصوره موجوده تحت وهنصف عليها دلوقتي، هنتكلم عليها دلوقتي. طيب ماشي، دي اول حاجه خالص 24 يوم اهي. قلنا هنشوف ايه؟ هنشوف الجنين الفيتس جوه فيزيكال او جوه تشامبر حواليه فلويد. الموضوع بسيط جدا، هنشوف حاجه كده ملهاش اي معالم، يعني هنشوف حاجه ملهاش اي معالم خالص زي ما انت شايف كده. انا عايز اصغر بس انحف في الخط شويه اهو، هشوف فيزيكال بالمنظر ده كده او تشامبر، نقدر نقول عليها تشامبر، تمام؟ حواليها والجنين جوه بالمنظر ده اهو، شايف الجنين اهو الفيتس اهو، تمام؟ تقريبا طالع له ديل ولا مش عارف ايه ده، المهم. وايه وحواليه ايه؟ حواليه الفلويد بتاعته اهو بالمنظر ده. ده كل اللي انا هقدر اشوفه في الايه؟ في ال 24 دي. طيب عندي 39 دي، قلنا هنشوف ايه؟ قلنا في السيجيتال سيكشن في ال 39 دي هشوف الهيد بتاعت الحيوان، وهشوف ايه تاني؟ هشوف الليفر بتاع الحيوان. الهيد اهي، بص شايف الهيد اهي، راسه اهي، تمام؟ وطبعا في السبيس دي، شايف السبيس دي؟ تمام؟ الهيد والليفر، دي الليفر اهي، الليفر تقريبا هي الحته دي كده، و دي واحده كمان اللي هي الايه؟ البلاسينتا في الحته دي، شايف الحته دي اهي، هتلاقي البلاسينتا المفروض، المفروض يعني ان هي بتبقى في المكان ده، تمام؟ بس ده كل اللي احنا هنشوفه في ال 39 يوم، الليفر، الهيد، وحته الحته الفاضيه اللي هي بتاعت البلاسينتا، اتصال البلاسينتا بالحوار، تمام؟ المفروض ان البلاسينتا هنا برضو تبقى في الحته دي، بس ما علينا. المهم ان انت تبقى عارف بس حوار الهيد ده والليفر مهم. طيب ده 39 يوم. طيب 60 يوم بقى، لو انا خدت في 60 يوم، لو انا خدت ساجيتال، لو انا خدت ساجيتال سيكشن هشوف ايه؟ ركز معايا هنا في الحوار ده. انا شايف، استنى خليني امسح كل العك اللي انا كاتبه ده او الرسم ده عشان ايه؟ مغطي الصوره خالص. طيب مين دعوه في المسح؟ طيب ده الاسترنم اهو، بص الاسترنم اهو، ده الثراس الجيج اهو، تمام؟ بيبقى وراه ايه؟ ورا الهارت، يبقى ده الهارت، تمام؟ طب ايه هنا؟ اللنج تحت الهارت، اللنج حاجه معروفه يعني، تمام؟ دي بتبقى ايه؟ دي الراس السكال، تمام؟ دي ايه؟ السكال. طيب هنا هلاقي ايه؟ الليفر، المكان ده كده الليفر هنا. طيب خلاص انا ميزت كده خلاص الحيوان، بصيت عليه من سجل سيكشن، عرفت ان ده عنده 60 يوم ازاي. شفت الاسترنم بتاعه، عنده استرنم اهو، وشفت الهارت بتاعه اهو، وشفت اللنج بتاعته، تمام؟ وان اللنج كانت بتظهر بصوره ايه؟ والله ما فاكر، اللنج كانت بتظهر هايبر ايكويك، تمام؟ هايبر ايكويك، قلنا تبقى ايه؟ منوره، هي فعلا منوره، ايه؟ منوره عن اللي حواليها، والسكال هي عادي خالص جوه البرين، تمام؟ طب في حاله ان انا بقى ايه؟ بصيت من فوق، يعني خدت من عند راسه دورسال، دورسال ايمج، اشوف مخه اهو، شايف الراس اهي، السكال اهي جوه البرين اهو، تمام؟ عينين، عامل زي الفضائي بالظبط اهو، العينين اهو، عينين اهو، و الوش اهي، تمام؟ ده بقى الفن، يعني ده الفن، ماشي. خلاص شفنا اللي هو المخ والعينين، خلاص انا عرفت ان انا 60 دورسال فيو. طيب كده خلصنا البريجنانسي، والحمد لله بقى لنا نقطة واحدة بس بسيطة اللي هي البايومترا، تمام؟ ايه البايومترا دي؟ ان اليوتيران اليوترس يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه بص، تمام؟ طيب انا عندي حالتين من حوار البايومترا ده، اما ان اليوترس يبقى فيه بص ومقفول، ودي مشكلة لان ده عايز عملية افتحه واطلع يعني اتعامل مع الحوار، انما لو هو مفتوح انا ممكن اتعامل يعني من غير ما افتح اعمل عملية والحوار ده على حسب كلام الدكتور. طيب في حته هنا بس بسيطه كده على السريع. قال لك اليوترس طبعا قلنا ان هو جنب اليورينري برادر، فانا اتوقع ان الحته السوداء المظلمه على الاخر دي هي اليورينري برادر،
تمام. والحته دي بقى هي اليوترس. بص بقى عامل ازاي، بص اللون غمق قوي. ليه بقى؟ لان البص ده سائل تمام، فبالتالي هيديني ان ايكويك، يعني شكل ان ايكويك، فبالتالي هيبان اغمق قوي. الكلام اللي موجود هنا ده اكيد فيه سائل، ايه بقى؟ يبقى غالبا بص. تمام طيب انا مش هستطرق الكلام ده لان الدكتور ما اطرقلوش الكلام المكتوب ده. تمام هو بيقول لك بس ايه هو البايومتر، عباره عن اكيوميليشن للبص جوه اليوترس. تمام طبعا خد بالك ان موجود الكوربس ليوتيم، هو كاتب كده مش عارف ليه، كاتب ان بريزنس اوف كوربس ليوتيم، الكلام ده الدكتور ما قالوش يعني. تمام الساينس طبعا اكيد هتلاقي ضمن اللارج من حاجات اساسيه جدا، فوميتنج، ديسشارج، ما انت عندك بص يعني عندك انفكشن، في انفكشن في الحيوان، فلازم كل اعراض الانفكشن تبقى موجوده. تمام دايجنوزز بقى قال لك مش عارف ماشي، الهيستوري، لاباتوري تقريبا دي بلاد يوريا نيتروجين تقريبا، الليكوسايتوزز والحوار بقى بتاعت الكلينيك اللي احنا ما ذكرناش لسه ولا نعرف عنها حاجه دي، او انا ما اعرفش عنها حاجه يعني. طب التريتمنت بقى قال لك سبرينج مش عارف ايه ماشي. طيب ما علينا فك، الدكتور ما لهاش فعلا، هو قال في حالتين بس عندي، ان انا يا اما يبقى عندي اليوترس مقفول يا اما مفتوح. مقفول يبقى مش هعرف استخدم معاه حاجه من بره، فهعمل عمليه جراحيه، هفتح سيرجيكال يعني. انما لو تريتمنت، لو مفتوح ممكن تقريبا استخدم التريتمنت اللي هو التريتمنت بتاع السبرينج ده. تمام ايه سبرينج؟ ايه سباينج اصلا؟ ما علينا هجوم الحوار ده. تمام الدكتور ما فعلا ما اتكلمش عنه. طيب البايومترا، البايومترا اهم حاجه بس بعرف ان ايه اللي هشوفه او ايه المميز ليه، حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا هلاقي حته انيكويك فاريبل، انيكويك او فاريبل في الايكويك بتاعتها. تمام بس غالبا يعني انت قول انيكويك احسن، حاسس اني الطف يعني. طيب ماشي. اليوتراين وول بقى ثيكن، اليوتراين وول في انفلاميشن، في انفلاميشن فبالتالي في كونجيشن، الحته منفوخه قوي. تمام في ايه؟ في فلويد، يبقى في انيكويك، حاجات بدائيه جدا. تمام ده منظر كده، واخده بس على المنظر، ودي بعض الصور الدكتور ما اتكلمش عنها برضو، هو بس اتكلم عن الحوارات اللي فوق بس. هو خلاص كده اللي مخلصنا الشابتر الخامس، و ألف مبروك وشكرا على الوقت لغاية الآخر، ومعلش على الوقت اللي ضاع. مساء الخير عليكم يا دكاترة، إن شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب وأكتر، هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير، تابعوني على قناة اليوتيوب.